بسم الله، دلوقتي هنشوف مثال على موضوع عمل الحركة في برنامج نفس وركس. هشغل الانيميتور، تمام. خلينا نلغي المشهد دوت ونعمل احنا واحد جديد. هبدأ مثلا اعمل سيلكت للعناصر ديت، مثلا الاثنين دول كده، وهقول له انا عايز مشهد جديد. المشهد الجديد ده هقول له انا عايز اضيف حركة عناصر اللي معمول لها سيلكت. فهو دلوقتي خد العناصر دي. ممكن اجي هنا مثلا واقول له ضيف لي كي فريم، فاضيف كي فريم العناصر دي موجودة هنا، تمام. وبعد كده هاجي هنا عند نقطة زيرو، وهقول له اعمل لي حركة وليكن مثلا اب، تمام، واقول له اعمل لي دي كي فريم. فلما نيجي نبص كده على العناصر هلاقي ان الحركه ظهرت معايا بالشكل دوت. كده انا عملت حركه. طيب الحركه دي ممكن اضيفها للتايم لينير، ممكن اضيفها لاي حاجه. طب انا هضيفها دلوقتي، اعملها كسكريبت. السكريبت اهوت، هقول له ضيف لي سكريبت جديد، تمام. وهتدي له اي اسم، وتقول له السكريبت دوت عايز السكريبت ده يظهر امتى، وقت معين، تمام، ولا عايزه في البداية ستارت. وبعد كده هقول له اعمل لي اكشن. الاكشن دوت هقول له شغل لي انا انيميشن، شغل لي الانيميشن دوت. طيب ستارت هيبدأ في البداية وبعد كده ينتهي في النهاية، تمام. يبقى انا كده هقول له ثانية واحدة ديليت. هاجي بقى دلوقتي في هاجي هنا في الانيميشن واقول له انيول سكريبت، فتبدا تشوف السكريبت شغال، تمام. تقدر تضيف اكتر من سكريبت، تقدر تخلي السكريبت دوت تعدل فيه، تقول له مثلا بدل ما هو اون ستارت، لا ده انا عايزه مثلا بوقت، مثلا بعد 3 ثواني من الحاجه ديت، تمام. بعد دي مثلا خليها 3 ثواني ديت، نلغيها واخلي دوت يشغل الانيميشن سيت دوت، تمام. انيبل سكريبت، تعد 3 ثواني يبدأ يتحرك، تمام.